أعود إليك، هناك نقطة أخرى نود التركيز عليها، هي أبرز العوامل الخارجية غير إنتاج أوبك وحلفائها التي قد يؤثر على أسعار النفط، آلية الإنتاج والتوريد داخل سوق النفط خلال الفترة المقبلة. طبعا إيمان، يجب أن نفهم يعني الصورة الأشمل، أنه أوبك بلس هي مهمة في سوق النفط العالمي، ولكن ليس هي اللاعب الوحيد. يعني منذ سنوات أصبح المشترين هم لاعب أساسي في سوق النفط، وأنا أتحدث هنا عن ما يسمى بالمخزونات الاستراتيجية. عند الصين مخزونات استراتيجية غير معروفة الكمية، ولكن هي يعني بالتأكيد في حال تدخل ستحد من أو تكبح جماح السوق. أيضا الولايات المتحدة لديها مخزونات يعني من المخزونات الاستراتيجية تقدر بحوالي 670 مليون برميل، يستطيع الرئيس الأمريكي بقرار ضخ المزيد من النفط في السوق، ولكن مع ذلك لا يستطيع أن يتدخل الرئيس الأمريكي في ضخ النفط للتأثير على الأسعار. بالتالي تبقى الصين هي لاعب مهم خلال الفترة المقبلة، وأيضا لأن النفط واردات النفط الصينية والعقود مرتبطة أيضا بالغاز. مهم للشركات الصينية العاملة في قطاع النفط في أفريقيا على سبيل المثال ارتفاع الأسعار، ولكن هنالك حد معين أو سعر مستهدف لدى الصين. في حال تجاوز هذا الحد سيتدخل الصين وتضخ المزيد من النفط. أيضا هنالك عامل مهم، وهو يعني الدول ذات الإنتاج أو الصادرات المعطلة. أنا أحكي عن إيران وعن فنزويلا. يعني من المتوقع أن في حال الوصول إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة أن نشهد ضخ المزيد من النفط في السوق. كلها عوامل قد تؤثر على السوق في الفترة المقبلة، بالتالي يجب على وزراء أوبك الوصول إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل، وقد نشهد تحركات دبلوماسية في هذا الإطار قبل اتفاق أوبك المقبل. نعم سيد مصطفى، هل تعتقد أن